تزامنا مع إعلان تونس عن أول عملية توقيف لمشتبه في علاقتهم بالمسلح الذي قتل الجمعة 38 سائحا. زار وزراء داخلية بريطانيا وألمانيا وفرنسا الاثنين مع نظيرهم التونسي منطقة القنطاوي السياحية، حيث يقع فندق إمبريال مرحبا الذي تعرض للهجوم الذي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية. وعاين الوزراء الأربعة مكان الهجوم ووضعوا أكاليل الزهور تخليدا لأرواح القتلى قبل أن يعقدوا مؤتمرا صحفيا مشتركا في فندق إمبريال مرحبا. La détermination absolue qui est la nôtre à renforcer notre coopération dans la lutte contre le terrorisme. أود أن أعبر عن تصميمنا التام على تعزيز تعاوننا في الحرب على الإرهاب. القضايا الأساسية تقضي أولاً بتأكيد نمو اقتصاد الديمقراطية التونسية الفتية وضمان أن من خلال تعاوننا ستصبح الأوضاع آمنة في هذا البلد. Et faire en sorte que nous puissions par notre coopération créer les conditions de la sécurité dans ce pays. We are very clear that the terrorists will not win. وفيما أكدت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي من جهتها أن الإرهابيين لن ينتصروا، أعلن وزير الداخلية الألماني توماس دوميزيير أن الهدف من زيارة تونس هو إظهار أن الحرية أقوى من الإرهاب.